مساء الخير على حضراتكم، وحدوتة مصرية جديدة بنستعرض فيها ملامح المشهد المصري الثقافي. وقبل أن نتطرق لما يمثله اليوم 28 سبتمبر في التاريخ ونستعرض الفقرات، أرحب في البداية بالتعاون المثمر مع زميلتي العزيزة إيمان شامية. مساء الخير إيمان. مساء الخير يا طارق، مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم وإطلالة جديدة عبر شاشة النيل الثقافية. عندنا ملفات كتير مهمة أعتقد إن إحنا لازم نتكلم فيها ونشوف إيه هي الأطروحات الجديدة. يا طارق أنت عندك صحيح. ملف النهاردة مهم جدا. في بس قبل ما نروح للملفات إيمان، خلينا نقول النهارده 28 سبتمبر ده ذكرى وفاة وفاة الزعيم جمال الزعيم عبد جمال الناصر. عبد الناصر. تولى طبعا بعد جمال عبد الناصر أنور السادات عام 1970. صحيح. جمال عبد الناصر حكم من عام 1956 لعام 1970، وكانت فترة مليئة بالتحولات والأحداث السياسية، وبدأت من صحيح. يعني نقول كان في من أهمها بناء السد العالي، بعد ما اتسحب التمويل رحنا للعدوان الثلاثي، ثم صحيح. تمييم قناة قناة السويس، ثم السويس، العدوان الأدوان الثلاثي، الثلاثي. ثم خاض حروب عديدة جدا عبد الناصر في حياته أو في صحيح. 18 عام اللي حكم فيهم مصر. وفي النهاية سواء اتفقت معه أو اختلفت، هو بيعد تاريخيا وعالميا واحد من أهم زعماء القرن العشرين في هذه الفترة. ده صحيح. جمال عبد الناصر هو فعليا مسك الحكم بعد الأول رئيس لجمهورية مصر العربية وهو محمد نجيب، صحيح. طبعا واحد من أشهر الضباط الأحرار اللي قاموا بتغيير فكرة الملكية وخروج مصر بالصورة اللي عليها جمهورية مصر العربية، واحد من رواد فكرة أن تكون هناك وحدة عربية ما بين مصر وما بين مصر وسوريا، وكانت صحيح. مصر في وقتها بتحمل اسم الجمهورية العربية المتحدة. جمال عبد الناصر زي ما طارق قال اتفقت او اختلفت معه الا انه زعيم يجب احترامه لانه قدم كتير لهذا الوطن بغض النظر عن اختلافك معاه سياسيا. صحيح. جمال عبد الناصر وما يعنينا كمان قدم في مجال الثقافة في مجال والفنون، الثقافة. وكان في اهتمام صحيح. كبير بكل الفنون، المسرح والسينما والكتاب، وده يعنينا كثيرا كقناة نيل الثقافية. مش طبعا. عايزين نطول ولكن نتطرق لفقرات اصل احنا البائد. هو ده هيكون جزء صحيح. من اللي احنا هنتكلم فيه، لان النهارده واحنا بنتكلم هنكون عندنا فقره عن مركز سعد زغلول الثقافي، ودي هتكون الفقره صحيح الثانيه، وهم صحيح. بيحيوا مجموعه من الصور البديعه الرائعه لزياره الرئيس جمال عبد الناصر للصعيد، صعيد مصر، وهي صور نادره تقريبا التقطها زعيم جمال عبد الناصر عام 1921 اثناء زيارته للصعيد. فبما اننا هنتكلم عن زعيم جمال عبد الناصر او بنحيي ذكرى النهارده في قناه النيل الثقافيه عبر مقدمه بسيطه اللي احنا بنقول بنربط ما الصور بين دي سنة 21 21 التقطها جمال عبد الناصر، تم تصوير جمال عبد الناصر فيها في عام 1921 أثناء زيارته للصعيد. جميل فده جميل حاجة مهمة جدا، وده مركز سعد صحيح. زغلول الثقافي بيعرضها في معرض خاص بما أننا بنتكلم عن ذكرى الزعيم جمال عبد الناصر. في الفقرة دي هتستضيفي مدير هذا المركز احنا وهنتكلم عن أنشطته، مش مظبوط بالظبط كده؟ هنتكلم عن الأنشطة الخاصة بمركز بهذا المركز الثقافي. احنا بنتكلم عن بيت الأمة سعد صحيح زغلول، صحيح. هذا الرمز الوطني، هذا الوفدي الرائع البديع. ازاي هنشوف المركز اهميته ودوره وايه هي الفعاليات الثقافيه اللي بيقوم بيها، ده هتكون فقره تانية، وهيكون ضيفنا اللي مشرفنا فيها الاستاذ طارق مأمون رئيس مركز سعد زغلول الثقافي. صحيح. عندنا كمان فقره عن قضيه مهمه جدا مسكوت عنها ولكن يجب الا يستمر هذا السكوت، وهي التحرش الجنسي في مصر. ده طارق ده ملف يمكن الأخطر على الإطلاق، صحيح. لأنه هو إحنا ما لا ينقصنا فيه قوانين، وإن كان ينقصنا تفعيل القوانين ووجود تشريعات حازمة، بس هو السؤال اللي طول وقد الوقت ينقصنا وقد قوانين ينقصنا قوانين أكثر، وتشريعات ملزمة يعني تكون أكثر. رادعة أكثر. صحيح. الفكرة اللي أنا حابة إن أنت وأنت بتناقش ضيوفك فيها إن إحنا عندنا أنا عندي أكتر من شكل من أشكال التحرش، والفكرة هنا فكرة مرضية أحيانا، فكرة ذكورية أحيانا، فكرة نفسية أحيانا، تاخد فيها الأبعاد زي ما تتكلم، صحيح. لكن هي المراكز المعنية بدراسة حال المجتمع سواء كانت نفسية ولا اجتماعية قدمت تفاصيل لمجلس النواب، قالت لهم احنا عندنا كارثة ومصيبة الحقوا ادي تفاصيلها وادي المفروض ناخد فيها القرارات. هل قدمت لمجلس الوزراء ملف
حيوي مليء بالتجارب، مليء بالناقوس الخطر اللي عمال يدق على المجتمع بتاعنا، ويقول الحقوا، لان هي دي المراكز المعنيه بالفكر. هل ده حاصل ولا هو مجرد حالات فرديه؟ طارق عنده مجموعه من النماذج هيعرضها اثناء عرض الفقره، عنده ضيوف هتتكلم من الناحيه القانونيه. صحيح. ومن ايه الموضوع؟ ومن ناحيه المجتمع، التحرش له ابعاد كثيره جدا، لكن هنناقش ظواهر يمكن بتختص بيها مصر، منها التحرش الجماعي، ده ظاهره مش موجوده في العالم كله، اللي ظهرت في مصر يمكن مع 2006 2007 في فكره يعني التعرض للاحتفالات او المظاهرات او الازدحام او اي تجمعات ويحدث فيها تحرش، بانه مجموعه من الرجال تصطاد فريسه ليها و يعني تنتهكها. ده قضية. الأبعاد بقى، البعد الاقتصادي، البعد الديني، البعد الإعلامي، البعد التآمري للتحرش، كل الأبعاد النفسية أيضا ليه والقانونية، وهل القوانين محتاجة تغيير؟ ده هيكون موضوع فقرتنا، هيكون معنا ضيفين، مدير مبادرة أو مؤسس مبادرة حركة أمان، وأيضا المحامي مبروك حسن للناحية القانونية. ده موضوع مهم يا طارق، فكرة الاستئواء، لأن الفكرة دي متعلقة بطرف، يعني أنا عندي دلوقتي تحرش، طفل بيتحرش بآخر، الفكرة دي مبنية على استضعاف طرف واستقواء طرف. إزاي هنعالج المسألة دي؟ عندنا موضوع كمان، دور مؤسسة من أجل مصر للتنمية الشاملة لدعم جهود الدولة التنموية بالتعاون مع القوات المسلحة، هم عاملين مبادرة مهمة. المبادرة دي هيقوموا بزراعة مجموعة من الشجيرات، سواء كانت شجر الزيتون، وده بالفعل حصل في سيناء وتحديدا في شمال سيناء، وكمان حصل في منطقة بورسعيد. يعني الفكرة مهمة. صحيح، مهم ان احنا نهتم بالخضرة وبزراعة اشجار، خصوصا ان البيئة اصبحت ملوثة. احنا عندنا مشاكل ان احنا بنفاجأ بقطع اشجار في العاصمة وفي المدن الكبرى، اللي هي محتاجة مزيد من الأكسجين، محتاجة مزيد من جمال البيئة. فهنشوف إلى أي مدى هذه المبادرة هتسهم في حلول بيئية. صحيح. وأيضا عندنا فقرة الرابعة الأخيرة، ده مشروع مهم جدا. من المفترض ان احنا بنتكلم عن مشروع قانون لذوي الاعاقه او ذوي الاحتياجات الخاصه، والمفترض ان المشروع قدام مجلس النواب دلوقتي. احنا هنتكلم عن تفاصيل اكتر حوالين هذا القانون. المفترض ان ابرز الحاجات اللي هم بيطلبوا ان هي تكون موجوده، ان يكون هناك بطاقات ذكيه، اي شخص من ذوي الاحتياجات الخاصه بيحمل هذه البطاقه، على اساس هذه البطاقه بيتم تحديد مجموعه من التفاصيل. يعني مثلا ان هو يكون، لو احنا بنتكلم عن التعليم، ان هو يكون عنده احقيه في السكن في المدن الجامعيه، ان هو يكون عنده احقيه في تطوير الاماكن والمدارس الخاصه بذوي الاحتياجات الخاصه، وان المناهج كمان تكون بتتطور بشكل افضل، ان هو يكون ليه حق في سكن مجتمعي كويس. في مجموعه هو بصي يا استاذ ايمان، المجتمعات الاكثر تقدما هي بالفعل المجتمعات الاكثر اهتماما بفئتين او بثلاث فئات تحديدا، الاطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصه. ومن سافر وعاش في هذه البلاد او زارها حتى سيعلم انه حتى في محطات القطارات، في كل وسائل المواصلات العامه، يدخل الى القطار او الى الطائره الطفل مع ذوي الاحتياج الخاص مع المسن اولا، ثم باقي الناس. صحيح. بالمناسبة القانون كمان بيقول ان هو يتم تخفيض 50% من التكلفة في وسائل المواصلات العامة، وكمان حاجة مهمة جدا بيقول ان ده هيشمل القرابة من الدرجة الاولى لذوي الاحتياجات الخاصة. اخر كلمة في الموضوع، ان هذا القانون بيطالب بان يكون في مجلس قومي متخصص، يكون زي المجلس القومي للمرأة، زي المجلس القومي لحقوق الانسان. صحيح. ويكون بيتبع رئاسة الوزراء ويكون له سلطة سيادية. هنخرج لفاصل، خلصنا كده مع حضراتكم عرض فقرتنا النهارده، هنخرج لفاصل، وبعد الفاصل قضية مهمة جدا مع الزميل طارق عبد الفتاح. تابعونا بعد الفاصل. حدوتة مصرية.